بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن والاه واتبع هداه وبعد. من أهم أسباب راحة البال وطمأنينة القلب أن يحافظ الإنسان المسلم على صلاته في ميعادها وفي وقتها. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم تكلم عن هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة في وقتها، وأن المحافظة على الصلاة في وقتها وأداء الصلاة في وقتها سبب من أسباب دخول الجنة. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فالصلاة على وقتها تجعل العبد مرتاح وقلبه مطمئن، لأنه أدى العبادة التي أمر الله بها في وقتها. أما هؤلاء الناس الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بلا عذر وبلا أي سبب شرعي، فهذا لا يجوز وهو حرام، والله تبارك وتعالى يحاسب العبد عليه يوم القيامة. وهذا من إضاعة الصلاة، أنك تؤخر الصلاة عن وقتها من إضاعتها اللي ربنا تكلم عليه في القرآن الكريم، وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قيل في تفسيرها: لم يتركوها بالكلية بل أخروها عن وقتها. وقال ربنا تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون قيل يؤخرونها أيضا عن وقتها. والذي ينظر إلى هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يكن يقدم على الصلاة شيء، فإذا جاءت الصلاة كما جاء في الحديث خرج رسول الله وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يكون في مهنة أهله وفي خدمة أهله. فإذا أذن للصلاة خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة وإلى المسجد ويصلي لله تبارك وتعالى، ولم يكن يعرف أحدا ولا يقدم أحدا على الصلاة. وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحنا بها يا بلال. القلب يرتاح بالصلاة، والقلب يحن ويطمئن إلى الصلاة وإلى الوقوف أمام الله تبارك وتعالى. ورغبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحفاظ على الصلاة في مواقيتها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن، من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله وجبت له الجنة، وفي رواية: حرم على النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلاة في وقتها، إنه سميع قريب. وصلي اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.